بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد إزاي نقدر نجيب الـ coefficient of permeability أو معامل النفاذية للسويل بتاعتي. ده يعتبر الجزء الثامن من شابتر 3 اللي هو CBGFN في السويل. طبعا لو انت بصيت للرسمة اللي قدامك ديت هتلاقي ان عشان نجيب الكي في عندنا laboratory methods يعني طرق معملية، وفي field methods او طرق الموقعية. الطرق الموقعية على حسب طبعا السويل، هل السويل بتاعتي الكي بتاعتها هل هي high, medium, low, very low, impervious يعني مالها، يعني تقريبا مش منفذة للمية خالص زي الانتاكت مين كلي. طبعا هنا ممكن تلاقي الويزرد كلاي، فاين سيلت، كلين ساند، جرافل، كل دي انواع السويل. ففي عندي بالنسبه للمعمل عندي الدايركت ميثودز، طريقه الطرق اللي هي المباشره، اللي هي هنستخدم الكونستانت هيد والفولينج هيد، ودول هنقولهم بالتفصيل. وبالنسبه للكلاي ممكن نجيب الفولينج هيد فين؟ في الاودوميتر. اما الاندايركت فممكن نستخدم هذه الميثودز، ودي مباشره، قانون مباشر بيقول لك ان الكي بتساوي 100 في الدي 10 اس سكوير. اما بالنسبه للكلي فالكونسوليديشن الكي بتاعتي سي في في جاما ووتر في مين؟ في ام اي في. اما بالنسبه للدايركت ميثودز، بالنسبه للفيلد ميثود، الطرق اللي هي المباشره، فعندي الفولينج هيد ميثود والبامبنج هيد ميثود، ودول برضك هنقولهم بالتفاصيل في المرات القادمه. اما بالنسبه للطرق اللي هي فيها مشكله كلي فبنستخدم حاجه اسمها الباكر تيست او الايه الجولف بيرميميتر. طيب لو انت هتتكلم على الطرق المعمليه دول طريقتين اللي هما الكونستانت هيد والفولينج هيد، دول هناخدهم بالتفصيل في الجزئين القادمين ان شاء الله.